شريف عزوز، انا مدير مشروع بنبني حياه. ده احد مشاريع مؤسسه صناع الحياه مصر. اوكي، انا بظن ان هي تجربه ناجحه جدا. احنا الاول التقينا ان ريد سكوير سمعوا عن بنبني حياه، فحصل كونتاكت بيننا وبين بعض، ولقينا ان الحته المشتركه هي تزويج البنات. ودي كارب الاضاف لبنبني حياه طبعا. في حته اول حاجه حته اويرنس، الناس عرفتنا من خلال ودي كارب. تاني حاجه بالتعاون اللي هو والمشاركه اللي هو عملها معانا، ان هو اول حاجه وفر لنا 6 فستان فرح، ودي كانت اول مره نعمل حاجه زي كده مع في التجهيز نفسه، تجهيز عرس احنا نقدم فستان فرح. تاني حاجه التجهيز نفسه، انه جهز 3 عرايس عملنا فشل عين عيب التجهيز ده، وكانت مشاركه فعاله جدا الحمد لله. يتم بطريقه دقيقه جدا على قد ما نقدر. الموضوع بيتم ان احنا الاول بنعمل سيرفي او بنعمل استقصاء او دراسه حاله لكل الحالات اللي احنا شغالين معاهم في القريه. بيطلع لنا منهم مثلا 20-25 حاله عايزين يتجوزوا، ونبتدي نركز على 25 حاله دول ونشوف الدخل بتاعهم قد ايه وايه مدى سعادتهم للجواز. وبناخد اقل حالات فيهم. في حالات بترفض من الاول ان هم غير مستحقين، فبالتالي بترفضوا خالص، بتعمل عليهم اكس، ودول بيطلعوا بره الاختيار بتاعنا. وبيفضل لنا مثلا يمكن 70% من الحالات ممكن يتم الاختيار عليهم. فدول بنعمل انفستيجيشن تاني واستقصاء تاني ونسال تاني عليهم لحد ما نجيب اكتر معلومات متاحه ودقيقه، بحيث ان احنا لما نصرف فلوسنا في حاجه ومتاكدين ان دي اكتر واحده تستحق التجهيز ده. اتمنى ان المشاركه تفضل مستدامه على طول بيننا وبين ريد سكوير وبيننا وبين بارتنرز تانيين بنفس الفكر ده، ان احنا ليه ما نطلعش حاجه تبقى فور تشاريتي في كل ايفنت بنعمله. فبالتالي يبقى زي ما احنا بنعمل ايفنت وبيطلع بروفيت منه، واي نوت ان يكون في حاجه فور تشاريتي وناس بتستفيد منها التانيين اللي مش قادرين يجوا ولا ودن كاردبل ولا قادرين يساعدوا نفسهم حتى في تجهيز او في صعوبات الحياه يعني. فبالتالي اتمنى ان يكون في بارتنرز تانيين زي ريد سكوير بنفس الفكر ونفس الانيشيتيف وياخدوا نفس السبيريت دي بتاعت ريد سكوير. شكرا لك. When you're with me, baby, the sky.